تحية لكم برنامج الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، لماذا تم اختيار مشروع تطوير قرى تشكى الجنوبية الأفضل بيئيا في العالم؟ لبعض السنوات ما بقتش في أخبار عن تشكى ولا ما يجري في تشكى، لكن في 2017 وجه الرئيس السيسي بضرورة إعادة العمل في تشكى وتطوير تشكى، ونبدأ نشتغل هناك على أكثر من صعيد. رؤية الدولة إنه إحنا كمصريين عايشين على قرابة 6% من مساحة مصر، وطبعا دي مساحة قليلة جدا، الدلتا محصورة وكذلك الوادي ضيق، يدوب بتشوف من هنا الجبال وهنا الجبال، فالصحراء محيطة، فإحنا عايشين في 6% من مساحة مصر. رؤية الدولة الاستراتيجية ان احنا نعيش في 17% من مساحة مصر، وده معناه مساحة اكبر بكتير من المساحة الحالية. موضوع تشكى وتطوير تشكى يأتي في هذا الاطار. في خريف 2022 مؤسسة امريكية كبرى في الاستشارات الهندسية اختارت تطوير القرى الجنوبية في تشكى باعتباره المشروع الأفضل بيئيا في العالم. إيه اللي بيحصل في تشكى؟ بناء على توجيهات رئاسية بنشتغل على إنه الأرض الصالحة للزراعة نزرعها، يبقى إذن توسيع الرقعة الزراعية في تشكى، والأراضي غير الصالحة للزراعة بنشتغل فيها صناعة وخدمات ومرافق وطرق ومساكن وما إلى ذلك. الصناعة اللي هناك قائمة بالأساس على الزراعة، يعني هناك أنواع وأصناف رائعة من النخيل، وبالتالي في مصانع لتغليف وتعبئة أجود أنواع الطمور في العالم، في هناك إنتاج حيواني كبير، وبالتالي في مصانع لحوم، في هناك زراعات زيتية وبالتالي إنتاج الزيوت، في قصب سكر وفي بنجر وبالتالي إنتاج أو صناعة السكر. يبقى إذن زراعة زائد صناعة، والصناعة قائمة بالأساس على الزراعة اللي موجودة في المكان. الزراعة في تشكى مفيش مبيدات، مفيش كيماويات مستخدمة، علشان كده تعتبر صديقة للبيئة، فالزراعة هناك بتنتج محاصيل أفضل كثيرا جدا من المحاصيل في أماكن تانية اللي بتستخدم فيها مواد كيميائية أو مبيدات. إذن الرؤية الاستراتيجية لمصر إن مشروع تشكى يتمدد، وإنه أي مساحات قابلة للزراعة تزرع، وأي مساحات غير قابلة للزراعة يبقى في استخدامات كتيرة لهذه الأماكن، إنما تشكى جزء رئيسي من استراتيجية الدولة للرؤية الأكبر، اللي هو إن احنا ننتقل من العيش في 6% مساحة مصر إلى 17% من مساحة مصر. رؤية الدولة في تشكى إن مش مجرد مشروع صغير أو ناس تروح وترجع، إنما عايزين ده مكان يكون فيه إقامة ومجتمع متكامل. المجتمع ده عنده المدارس وعنده نمط الحياة وعنده الزراعة وعنده الصناعة وعنده الخدمات، وبالتالي مجتمع كبير متكامل يكون في المستقبل مجتمع مليوني. الرؤية الاستراتيجية المصرية والتي حققت نجاحا باختيار هذا المشروع الأفضل بيئيا في العالم هي رؤية أساسية في بناء المستقبل، توسيع المساحة الجغرافية التي يعيش عليها المصريون.